هو بالحقيقة هناك دوافع، تتعدد الدوافع، ولكن في تقديري يبقى الهدف لإيران هدفا استراتيجيا ثابتا ما يتعلق بالوجود الأمريكي. القلق الإيراني من الوجود الأمريكي بدأ يتنامى بقدر تعلق الأمر في إقليم كردستان، أنه بدأت ملامح رسم معابر طاقة ستؤدي إلى عزل جغرافيا ببعد حساس إلى إيران. يعني قطع الطريق كمعابر طاقة كانت ترغب في إمداده إيران عبر العراق مرورا بسوريا وصولا إلى حوض البحر المتوسط، أصبح متعسر جدا بالدور الذي يلعبه الإقليم في شمال العراق. هذا الدور اللي بالحقيقة الذي رغبت إيران بشكل أو بآخر أن تشكل عبر الحكومة الاتحادية وما تمتلك من ضوابط أو فواعل سياسية على مستوى صنع القرار السياسي في تقييد ما عاد ممكن. والولايات المتحدة تدفع إلى الإقليم إلى أن يكون أكثر مرونة وأكثر حرية في مسألة إيجاد مصادر طاقة ومعابر طاقة، ولا نستبعد أن تصل إلى حوض البحر المتوسط. هذه لا تثير قلق إيران فقط وإنما تركيا، لكن تركيا استبقت الأحداث في اندفاع عسكري والتموضع بأكثر من 40 ما يصف بالقاعدة البرية أو القاعدة الجوية في إقليم كردستان بذريعة البيكيكي. طبعا هي ذريعة كما الآن المعارضة، لأن هذه المعارضة التي تتحدث عنها إيران هي منذ عام 1957، أي بمعنى عقود من الزمن ومن القرن الماضي هي هاي موجودة المعارضة. لماذا تثار في هذا الوقت وتصنف لها تهديدا للأمن القومي الإيراني وهي منذ زمن الشاه وليس فقط من زمن الـ يعني الـ النظام الإسلامي الآن في إيران؟ لأنه بدأت المتغيرات تذهب باتجاه إيجاد مبدأ العزل الجغرافي الذي يمثل طموح إيراني، كما هو الحال بالعزل الجغرافي الذي يمثل طموحا تركيا. طبعا هذا سيدفع في تقديري إلى إيجاد معادلة جديدة قد يقرأها العرب، لأنه هذا الاندفاع التركي الإيراني يهدد الأمن القومي العربي بشكل كبير جدا. ولربما التسوية التي تجري الآن في قبول النظام السوري على علاته من قبل الجامعة العربية هو إدراك العرب أن الأمن القومي العراقي بدأ يهدد من قبل طموحات تركية في رغبة في عثمنة الشرق الأوسط وإيجاد ما يطلق عليه بالإسلام الليبرالي كبديل عن الإسلام الذي تصنفه بعض الجهات هو الإسلام التقليدي أو المتشدد ممثلا بالمملكة العربية السعودية، مما دفع ولي العهد محمد بن سلمان إلى أن يتبنى برنامجا إصلاحيا حتى يسقط هذه التهمة عن أنه التطرف هو تطرف من هذه الجهة، ويسقط نظرية الاعتماد على تركيا في إيجاد البديل. وكذلك بالنسبة لإيران، إيران ترى أن المحور الشمالي والمحور الغربي القائم البوكمال دير الزور بدأ بشكل أو بآخر يمارس عليه نشاطا للأخذ بمبدأ العزل الجغرافي، وقضية سنجار تل عفر هي ليست بعيدة عن هذه التسويات. فما يتعلق بالمعارضة هي ذريعة سواء كانت إلى تركيا فيما يتعلق بالبيكيكي أو المعارضة الإيرانية. الرغبة في إجهاض المشروع النهضوي في العراق والذي قد يدفعه لفتح أجنحته عن طريق الأردن إلى البحر الأحمر أو عن طريق سوريا إلى حوض البحر المتوسط، أنا أعتقد هو هذا الهدف الاستراتيجي الذي ربما يوحد المواقف التركية الإيرانية باتجاه هذا التوازن. لأنه العراق يمثل امتدادا للمنظومة الخليجية، إذا تحقق هذا الامتداد فمعنى ذلك أن الخليج عبر العراق وسوريا سيشكل قوسا ضامنا لخطوط نقل الطاقة ببعديها الغاز والبترول، فضلا عن ما يجري الحديث عن طريق التنمية. ماذا لو طريق التنمية لن يجري الاتفاق مع تركيا ولن يمر عبر تركيا ومر عبر سوريا أو عبر الأردن؟ معنى ذلك وحدة موقف اقتصادي، انتعاش اقتصادي إلى الأردن وإلى سوريا، إعادة الترتيب، ولربما تكون حتى على أساس تغيير جذري وشامل في النظام السوري. ولا نستبعد أن هذه النشاطات أيضا تشكل دافعا لإيران، لأن النظام الحالي هو حليف استراتيجي إلى إيران. ماذا لو تغير النظام بنظام ديمقراطي والأوضاع صارت في سوريا بحسب اللجنة المكلفة الآن
لإعادة كتابة الدستور في سوريا أن تأخذ بالنظام الفيدرالي. ومعنى النظام الفيدرالي أي بمعنى سيكون هناك في شمال سوريا ما يطلق عليه بإقليم كردستان سوريا. إذا تحقق الربط الجغرافي بين إقليم كردستان العراق وسوريا بما تمتلكه ما متواجد الآن قوات قصد في مصادر الطاقة في الحقول النفطية والشراكة مع الولايات المتحدة، أن تؤمن لهم عبر تسوية معينة بين روسيا منفذا إلى حوض البحر المتوسط، آنذاك يصبح الكرد لديهم كل مقومات الدولة، طيب طاقة بشقيها البترول والغاز، إطلالة بحرية، رقعة جغرافية واسعة، ويدخلون في معادلة التوازن الدولي. ولربما ليس بعيدا يوم أمس كانت شخصية رفيعة من الهند كانت في زيارة لإقليم كردستان والتقت مع السيد نجيبان. هذه لم تكن عابرة، لأن الهند عضو فاعل ومهم بالبريكس. البريكس أسسها ومرتكزاتها الهند، الصين، روسيا، وتأتي البرازيل وجنوب أفريقيا. لكن عندما تحضر الهند في هذا التوقيت فمعنى ذلك أن البريكس تراهن على مسألة الإطلالات البحرية ومسألة مصادر الطاقة، بل أبعد من ذلك فيما يتعلق بالعملة النقدية، لأنه أرادوا أن تكون للبريكس عملة نقدية توازي الدولار. ولكن القيمة المادية والاعتبارية لليوان الصيني ليست بمستوى الروبل، فماذا إذا دعم الروبل بغطاء من الذهب الذي هو طبعا سيعزز من قيمته في السوق المالية؟ لأنه واحدة من ما يطلق عليه بصدمات نيكسون أنه لغاية عام 1971 كان الدولار له غطاء من الذهب، ثم قام بمسألتين: زار نيكسون الصين دون أن يخبر اليابان التي هي كانت حليفا استراتيجيا وتشكل حجر الزاوية للولايات المتحدة في احتواء الصين، فاجأ حتى اليابانيين، طيب، وكانت مفاجأة في العلاقات الدولية، زار الصين من أجل أن يحتوي الاتحاد السوفيتي آنذاك، وأيضا رفع الغطاء العملة الذهبية عن الدولار، فأصبحت قوة الدولار في سيطرة الولايات المتحدة على مصادر الطاقة والتحكم في معابرها. فماذا لو اهتزت هذا الأمر؟ هذا طبعا سيؤثر بشكل كبير جدا على الوضع في الولايات المتحدة. طيب، بس نحن نتحدث عن نظام رأسمالي، قوة النظام تكمن في قوة الدولة.